كوم انا جو في لونتيسيبي باش ما يكونش هناك خلط فيما يخص المهام ديالي الاخرى اللي ما نحتاج باش نسترها لكم، ولكن عندي التزامات اخرى اللي انا مرتبط بها مع الاداره ديال التكوين والاداره التقنيه الوطنيه. هذا ما كيعنيش انه كيربطني عقد مع الجامعه، ولكن انا من المكان ديالي كانستركتور دو لا فيفا اي دو لا كاف je suis tenu à valider les diplômes des les entraîneurs. Alors, في هذا الاتجاه هذا انا طلبت ترخيص من الناس المسؤولين المعنيين ديريكت، ماشي من الناس ديال الجامعه. انا ما عندي علاقه مع البيرو فيدرال ولا سميتو، ولكن باب الاحترام كان خصني نطلب هذا الاذن هذا، لانه حنا الان كاين فوج اللي غيتخرج وكان لازم عليه ربما وقيلا غادي نخطف شي سويعه ولا شي حاجه بور فاليدي الباساج ديال هاد لا بروموسيون هادي. هذا هو اللي كان عطل شويه القبول ديالي. ما كنتش نتردد، لانه كما قلت في واحد المنبر اعلامي خاصه راديو مارس فالور، قلت لهم نفضل نتحرق من الداخل ما نتحرقش من برا. حنا كنتحرقوا من برا، كنتشوفوا الرجاء كنتحرقوا، نجي انا هنايا نتحرق ما تهمنيش. ربما غادي نتوفق يا ربي ونرد الفريق المكان ديالو، ولكن الا ما جابش الله ما جابش الله. لانه يقول لي شي واحد انا الاهداف ولا هذا مسطيلي غيدوي معايا الاهداف. دابا انا جاي على اساس انه نعاون الفريق ديالي. حقيقه سمعت الناس كيقولوا علاش قبل شهرونس، انا خدام في جهه اخرى، انا ملتزم في جهه اخرى، ولكن هاد شهرونس طلبت الناس اللي انا خدام معاهم يعطيوني هاد شهرونس اللي باش على الاقل نعاون الفريق. وديك الساعه يجيو الناس مسؤولين. كاين الناس اللي عندهم تصور كيفاش غيولي الفريق من بعد، كاين الناس اللي غادي ياخذوا مسائل اخرى ما بغيتش ندخل فيها انا، ولكن اللي كيهمني الان هو انه نقابل الفريق الاول، نجيريو هاد لي ماتش هادو، نجيريو لو ماتش كابيتال اللي هو غادي يلعبوا كما سمعتوا تيراج غنلعبوا مع نجم الساحل. كنعتقد ما كنطلب حتى شي حاجه، اللي كنطلبوا الناس يعاونوا هاد اللعابه، لانه النفسيه ديالهم مهزوزه. الدراري راه ما كاينينش، علما انه راه كنعرفوا لا فالور انترانسيك دو شاك جوور. اون فاي سي اونسومبل، جو دي اونسومبل، ماشي غير انا بوحدي، كاين بزاف ديال الناس خدامين هنايا واللي سبقوني. اون فاي سي دو روميدي لهاد لي بروبليم اللي كاينين، اي بي ا بارتير دو لا نتمناو التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا سي الحاج جمال. نفتحوا الباب ديال التساؤلات اخوان الزملاء الصحفيين، اللي بغى يطرح شي سؤال مرحبا. غير تذكير ما غنفوتوش ان شاء الله. سي صلاح. انا عاوز نسير جنب وشاد الحمد لله يكون مع امور تقريبا غير جيب تقريبا